بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كركسيرا تاسچيمو حلقة إي اشتقوذرا تم صلى الله عليه وسلم حواضنه ومراضعه صلى الله عليه وسلم أوجهم مسيزو تم صلى الله عليه وسلم تذكريلة ثويبة مولاة لأبي لهب تذكريلة إسا استخدموا ذلك الليل وقسم بيري استروشيرو وقتها تومي صلى الله عليه وسلم اشكرانتو كركا موي وبني سعد وجه ممسيزو حليمة السعدية بيشتو كذكورة قصية نما ناقشتا كذكورة قصة تشيرو شق صدري تومي صلى الله عليه وسلم أتيرا هبسي تومي قلبي وما يشيزا كما يونا يشتكو ذكورا إن شاء الله تعالى. قصة يا حليمة السعدية. إمام شاقي شغل البان تكو ذكورا أبا تخصني معناه يا أديه كواي تا كلية تزين رو ذا صحيحة. إيش أشي نقول كورة معناه بعض علمائنا أو هذا كواي قصة إيه ثبتيرة يتم تثبتها لكن زجواز ثبتيه. إيش أشي نقول كورة سي قصة إيه إن شاء الله تعالى. وقت يوم تومي صلى الله عليه وسلم الزازلة أو قبيلة إي بني سعد بن بكر قبيلة إيو في لوا كرانتا معنى بادية كركمكة بادية معنى زمون زيابة زيابة كركمكة إسا وعرب وواريكو وانا وشيزا لوا و shpekowa baadhi ya kuwao na maana na kamsoa hapo na kuwa wanapata nguvu hawa ya maana ya mui aisulowi kuwao maana mui katike waziko maradhi na ije isa ufanyani wanawao pekua madurini mahala zibaadhia zi isa tume naye pereshela hapo. قصه اشتكو ذكورة جساي حليم السعدية إيلو مكة نا إجا معنى قصه يوريكوي مبالة جساي سعدية وعرب وانا شبكوا مدوريني واشكر أبو إذا قبيلة كانتو مدوريني كل مرة هويا ويمويني وطلوب معناه ومروانا ونقصلو كمسوا إسا حليما نكذكرا قصايا هديه خرجت في أوائل النسوة تنزل مويني كيتو أبو بكر بني سعد بن بكر هديه تنزل فمنا وكي على أتاني لي نا بون رواكا قمراء ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزى فمنا مبلوى الحارث ابن عبد العزى أحد بني سعد بن بكر ثم أحد بني ناضرة أو تن قبيلة قد أدمت أتانا ومعي بالركب شارف شتوكي تشبوزي تشهبا والله ما تبض بقدرة لبن والله هدي تشبوزي إيشو ياسيش تكيرو حتى إزيوا معنى إتتيموي تنايو في سنة شهباء ما كوا أواري
قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد وأنتو وكوكر كاندلا ومعي ابن لي ناخن نمتكي ما نوا شهابا ناية والله ما ينام لي ليلنا مسك هراري كازيلو وما أجد في يدي شيئا أعلله به نسيناي شينو شامي كومبا كوجا إلا أنا نرجو الغيث ناخوش نخترج مجيرو كترانغورا وكانت لنا غنم جوالنايو مبوزي فنحن نرجوها نخترج مبوزي إذو كوا زنو كويتا إزيوانا إجي فلما قدمنا مكة هذه وقت ياسي جنجي ومكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسوة أو وكة أو ورشمينيو كل موي هرتلو معنى يمتومي صلى الله عليه وسلم هيزا وهذا معنى أوي معنى وتيمة تخفانياني معنى ما يتكشفاني زاني كأخساني هو ونخترجاني شيئا تكلا إجي وانا بابا ياو كواهو تكواريبا Isa mtume sallallahu alaihi wasallam waliko yatima waliko mama yetu chimnangao. Sawa kila wake au wote washikiriha kumtara. Fakulna wachihadani innahu yatimun. Wa innama yukrimu adhiru wa yuhsinu ilayna ilayha alwalidu. Maana madama ntanayo baba. ناني سيشتكشكريمو تكشبوشينتو فقلنا ما عسى أن نصنع بنا أمه أو عمه أو جده إسا ماما يتخدر أخفانياني أمي يتخدر أخفانياني وأم كل يتخدر أخفانياني فكل صواحبي أخذ رضيعا إسا وكي واو شرشمينيو كلا موي تتايمانا وينجيني تمت وتمتارا فلما لم أجد غيره نما حليما نكهدس كم فتر بنامي ما أنا من جنة وأمي كم تاش وقواي نسليت نسليلو رجعت إليه إسن كرهير قوامي نكيرو درا كاكا برامي كم تا ما أنا كم أمسا وأخذته نمت تاي والله نكهدو ما أخذته إلا إني لم أجد غيره مس كم تا kaxanis kumpata ba mana mingine kama amempata mana mingine sikamtare adio maana sikumpata ba mana mingine faqultu li sahibi nimwambie wenzawa wallahi la aqudanna yani mumlie mwambie wallahi la aqudanna wallahi mitamtara mana u hadha al yatim min bani abd al muttalib maana qabila ya bani abd al muttalib fa asa allah an yanfa'ana bihi huko mjitu subhanahu wa ta'ala takichifa wallahi arji'u wallahi takurudha hadiye min baini sawahibi wala akhudhu shay'an tamta nastari ka kichin faqala qad asabta mawliya jimambira sibirewe qalat fa akhadhtuhu jimtara wa ataitu bihi ar-rahla fa wallahi ma huwa illa أن أتيت به الرحلة معنى كركا رحلة وقتيامين من رسوله مهلا ياو معنى ودر كمانو نما وسافرو فأمسيت أقبل ثديايا باللبن هدي مسكو آيو موليا يا إنجلين إزيو نايو حتى إتتتك وارمو حتى أرويته مبكا معنى يعني ممسيزة مبكا يكسير وأروت أخاه نا مونة ناية معنى مانا ناية ممسيزة مبكا ناية يكسير وقام أبوه إلى شارفنا وأويت سماما چينرا چبوزي چاو چمندرو تلك ليلمس فإذا هي حافل يير يير معنى إزيوة ييرو
fahalabaha chenra maana ye chini sata iziwa shikama iziwa fa arwani waruya maana ye chimbami iziwa china na ye china mpaka chikuta faqala ya halima chimambia ya halima ta'limina wallahi qad asabna nasamatan mubaraka wallahi nakuada ya halima msibire maana ye chikuru cha chinayo baraka waqad a'tana allahu mujitu shpere alaiha ma lam natamanna ya sinta shtamanu mujitu shpero qala chihada fabitna bikhairi laylatin masku ayu chirele ka khairi shiba'an wattawitu chiku siro wa kunna la nanamu laylana ma'a sabiyina chiwaliku ma'ana yanta chirarasi na manawitu ma'ana chila zaidi ka andara thumma agdayna raji'ina ila biladina ana wa sawahibi mina wenzawa wote fijiri chirudire kitu muyini farakibtu atani alqamra mpanzire iyo ngami mpunda witu alqamra fahamiltuhu ma'i nimtukire pamunami fawallahi nafsu halima fawalladhi nafsu halima biyadihi لقطعت الركب حتى ان النسوه لا يقولن اجو وقت اوتيو مكا يو معناه يوم بونرا تشينين دوالكو اذا وقت او نكودو مبونرا انزكينه حتى نخفكت حتى نكو بيتا او وكه اذا وكه ونكو هذا أمسكي علينا تشيريندا بولنا كتشيلاتا أهذه أتانك التي خرجت عليها إن ديو معنى بونرو واوي لزيوناو فقلت نعم هذه ديون ديوتو ريكو بديريكا تشينرو فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها هذه معنى تشيريندا واليكو إذا شأنيه نجساي قالت فقلت والله حملت عليها غلاما مباركا والله نديه نمتكيره مانا بركيلا قالت شهادة فخرجنا شهادة فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا كلا موت مجيتنا كتزدها خيري حتى قدمنا والبلاد سنة تشيركيتو نموي معنى أواري وقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون مبوزي زيتو فجيري هلاوة تشيرودا بلا إجي فتروح أغنام بني سعد جياعا وتلاوه وشلاندرا وتروح غنمي شباعا إسا مبوزي زا بني سعد هلاوة قبيلة إيو يوتي mbuzi zao hulawa henda madurini wahuruda wo ndara lakini mbuzi zake wachilawa fijiri wachenda madurini huruda wo wa ikusiro bitanan haflan fatahlibu wa nashrabu fanahlibu adiyo wa nashrabu hukama na huna maziwaye fayakuluna ma shanu غنم الحارث ابن عبد العزة جساي معنا الشأنية يكوي حاليا جساي مزز الحارث ابن عبد العزة وغنم حليمة تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا معنا مزين زنا كين زنا كرودا ناو ونزوندلا لكن زيت زنا كين وانا كرودا ويكسروا ويلكم أسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤكم فيا ف
فيصلحون معهم فما تروح إلا جياعا. إذا وجهدني أي ورشيني مبوزي زاو إذا ورشيني زيني نمبوزي زيتوا وانا عند معلموي وانا داخل إذا نا جسي وهنا معلموي وهو هجا أو هواجي معنى مجيد سبحانه وتعالى وبركيه. قالت شهادة وكان يشب شبانا شبانا وما يشبه أحد من الغلمان. ثم صلى الله عليه وسلم معنى ولي شبان شباب ولي معنى جس كوريلو يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر معنى هو شباب كسكموي كمبش مزموي هو شباب ويشب في الشهر شباب السنة نماك موت هو كماك هو شباب يكمز هو ثم صلى الله عليه وسلم فما استكمل سنتين معنى تاكوا كامل ميكمويري أقدمناه مكة شمرودية مكة أنا وأبوه من وأوي فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع فلما أتينا أمه قلنا أي ذئر والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه وقت يوم ما مي وشهد والله تشكمون معنا نيبرك معنى بركزة معنى مكروزة دي وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها إذا ونحصل كردنا ونحو وهدير وشمان بيه ماما شنا كنتيرا معنى مرضي زيكو مكة نا حوايا فدعيه نرجع به شلتير شردناي حتى تبرئ من ذلك من ذائك فلم يزل بها حتى أذنت فرجعنا به تساوى تمنوب وتمنوب بكى خرير ما مي شردناه فأقمنا شهرا ثلاثة أو أربعة هذه شكرنت مزمتك أم مزمنة فبينا هو يلعب إسا قصة إتروشيرو يا قصة ياي هتلوى قلبي تومي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يلعب ي نختزو خلف البيوت شنومي شنومبا هو وأخوه ينا نامونة معنى مونة كرضاعة في بهم له إذ أتى أخوه يشتد وأنا وأبوه في البدن فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض ومنتشيا شهد أم كلا أو قريشي شوى إلي لو وانتوا ويلي وفيتو مبو ونلبي فأخذاه وتمشيك فابتجعاه وتمراذا فشق بطنه وشاتر معنى هبسية وشاتر بطنه بطنني نميم لكن هبسية شاتر فخرجت أنا وأبوه يشتد يشتد فوجدناه قائما إسا حليمة سعدية شهادة لزي منا وهاوية شهر جمناي سمامة قد انتقع لونه لوني إبدل شيرو فلما رآنا أجهش إلينا وقت آية جمناسي شفكتا شي ودوفتا وبكى شلا قالت شهادة فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا فقلنا ما لك بأبي وأنت فقال شهادة يقدري لني ف
فقال شهد أتاني رجلان والروابير وشنيريلو والطجعاني وشنرازا فشق بطني وشاتر من بيا أمو هيبسيا وصنع به شيئا وشنفن يشينتو ثم رداه كما هو نما وشمرود جسايا أولي زماني والكو فقال أبوه شهد والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب إلحقي بأهله والله وهوي هديرة والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب ما نوى أيو إلا من بتشين تتو إستشمتاري شمرودة كاو وشمتاري وشمرودة قالت فحملناه وقدمنا به على أمه شمتكورا شمبيكا كما ماي فلما رأتنا أنكرت شأننا وقت آي شوينو هموي إنكري لدي جساء جواب إزي معنى يوزي وقت آني نيرو قبل مزي متاتو شمنون بجي إيجي ناقو كخسن نمرودو كهما وقالت شهادة ما رجعكما يخسني خير ديرو به يخسني وانا نمرودو قبل أن أسأل الكماه وقد كنتما حريصين على حبسه ناني تدارتك وانا نقانت ناني فقلنا لا شيء أن تكشينت إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى وقلنا نؤديه كما تحبون أحب إلينا قالت جهدا إن لكما شأنا فأخبراني ما هو إسوا إيزكما أمبرا كان روشي هذا يكوشينتو نمبراني فلم تدعنا حتى أخبرناها معنى أنت كتلتا بكا كما أمبرا خبره فقالت شهادة كلا والله لا يصنع الله ذلك به إن لابني شأنا هذين حق ومجيتو همفاني شينتو لكن ما أنا أقول إنه شأن كورنا وما أنا أقول شأني إن كور أفلا أخبركما خبره إني حملت به فوالله ما حملت حملا قط خنام به خبري زنني مسك مين بيا وقت يعمل نمتكيره والله يديره عمري وسكم معناه سكتكوا مين بكم بيو كان أخف علي منه يوريكو معنى خفيف زايد ولا أيسر منه تركو جيد سهاري كولكو ثم أريت حين حملته خرج مني نورا أضاء منه أعناق الإبل البصرة ببصرة أدي وقت أين كله شونا معنى نور يوزيز أعناق الإبل ببصرة بصرة معنى موي أيو يوزيزو أو قالت قصور بصرة معنى مجومبا يا بصرة ثم وضعت حين وضعته معنى نمن زازرة فوالله ما وقع كما يقع الصبيان وقت أي لزيون كلاوة جسا وانه لو لقد وقع معتمدا بيديه لزيرة يه معنى نا كسكتيرو ميكونوي على الأرض يا أرض رافعا رأسه إلى السماء شتاتش انرشيزو إيرو يكوزيمو معنى شرانجارو فدعاه عنكما فقبضه وانطلقا نما شمتا معنى وشي ينرر إي قصة إي يا شق الصدري نقصة معنى حديثية إثبتيرة نمتومي صلى الله عليه وسلم مرامبيري أطيلة قلبية أبسية معنى تميلة قلبية يشيزة كما ينهي نعم ما يزمزم يشيزة حديثي عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله
numa ci dhukura hadithi i kanat hadithi i pokela imam Ahmed pokelo perché musnad yake ci hada qal fa qala kayfa kana awwal sha'nuka ya rasul Allah qala ci hada kanat hadinati min bani sa'd ibn bakr فانطلقت انا وابن لها في بهم لنا ولم ناخذ معنا زادا هديه جس روايه امام احمد سيرون كهدا وقت يامي ملك كركبني سعد وجهن ناموسو مي تشلزي مي نا منا ننتشكو تكولا معناه شاكوجا فقلت يا اخي جمانبرا يا اخي اذهب فاتنا بزاد من عند امنا جمانبرا اندرا تشيتل كوجا تمامه فانطلق اخي او منا تشيندرا ومكثت عند البهم فاقبل طيران ابيضان كانهما نسران فقال احدهما لصاحبه اهو هو قال نعم تيا كم بزنيوني زبيري نلبة نما موي كتكاو تي مامبيرا وبيلي ني اويو ندي اي ندي فاقبل فاخذاني فطبحاني الى القفا فشق بطني وتشن رازا وشفون معناه وشاتورا ايبسيا ثم استخرج قلبي واشتمر قلبي فشقاه فاخرجاه منه وشاتورا يو قلبي واشتمر حنجر بي واشتمر زمازي سوداوين يروسي فقال احدهما لصاحبه جمامبرا منزيبه قال جهاد يزيد في حديثه ائتني بماء ثلج تمامبيا نتيا ماء مبرد يا ثلج فغسل به وجوش جوفي ثم قال ائتني بماء برد نتيا ماء مبرد فغسل شوش به قلبي معناه كان وجوش جوفياك من باي مع الهبسيني مرابيري وتشيو قلبي ثم قال شهادة ائتني بالسكين نتل باتشيسو نما فذراها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه خطه نما شرودة يو قلبي نراني معنى يبسين شرودة شمان بيها نتل لوزي نسيندنو فقطاه وختم عليه بخاتم النبوة وتبقي مهوري يا خاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى ألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم على كل حال اي نيو حديثي يا امام احمد ذكريلو كركموس ندياكه من حديث صحيح اذا قصه اي يسا معناه مبحث اي جوينو يا كان را كوا بني سعد ومموسيزو نمتومي صلى الله عليه وسلم كانت أبو مياكا ميويري نما ردي لمكة بعدين أهو وشمرودة تينا كانت ميزي ميتاتو أمو ميزي مني بعدين وقتها يتروشو جاو إي شنا قبيلة إيو بني سعد أو مامي أو شما موسو وشتيا وشمرودة معنى كاو وشمرودو kara mezi miaka miwili kalento wakati ayo bero shababu wachimruda kao numa wachimnomba mama ya kanta tena kao numa wachimruda
shikanta miezi mitatu au miezi minne. Baada ya miezi mitatu hapo ndio istukujabu hii. Na ithibitie katika Sahih Muslim an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam atahu Jibril alayhi salam, Jibril chimirilo wa huwa yalabu maa alghilmani, yanahtezo pamuna wana, faakhadhahu chimshika, fasarahu chimekanti, fashaqqa an qalbihi fastakhraja alqalba chimekanti, chatura qalbi chitomoa qalbi, wastakhraja maahu alqatu sauda chitomora maanaye chigawari cha mazi chirusi. Faqala hadha chihadda hadha hadhu shaitani, hii ndiyo maanaye nasibu ya shaitani, hadhi ya shaitani nasibu ya. Thumma ghasalahu fi qastin min dhahabin bimai zamzama, katika riwaya hii ndiyo dhukuri hilo ma zamzama ya osheleza. Thumma la'amahu thumma a'adahu fi makanihi jiruda wajaa alghilmanu wabjana wachia yas'auna ila ummihi washfakata, kamama yao kamamaye yani dharihi, faqalu inna muhammadan qad kutila wajihada muhammad sallallahu alayhi wa sallam qad kutila ulela, fastaqbaluhu wachia wa huwa muntaqi'u lawni nae lawni badiri shiro. Qala anas jihada wa qad kuntu ara dhalika almakhiq fi sadrihi, anas bin malik jihada chiwona mi maana ya alama iyo yae shomela karka hewisini karka. Iyo ni riwaya ya Sahih Muslim. Wa fi sahihaini na akho yuthibitia an anasin wa an Malik ibn Sa'sa'a an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi al-Isra'i na yuthibitio kama sayati qissatu sharh al-sadri laylat idhin wa annahu ghusila bima'i zamzama, na katika sahihain na yuthibitio hadithi ya Anas na hadithi ya Malik ibn Sa'sa'a kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika masku wa Isra kwae kisa hiyo itakuwa insha Allah kwae atila qalbi ewesi tomela qalbi ya yusheza kamai ya zamzamu maanae wala munafata lihtimali wukui thalika maratain, na taiko chintu chino kubigano maanae itrushe marambi kisa maana shaqu sadri marambi itrushe maramoi ya maana na maramoi wakti ya Isra wal Mi'raj. Na al-maqsud anna barakatahu alayhi salatu wa salam halat ala halimati sa'diya wa ahliha wa huwa saghir, na maqsud ii yasi chidhukurilo kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam barakaye wapete maana reri ii ya halima sa'diya na ahliye yenaye ni chihaba. Thumma aadat ala hawazin bikamilihim fawadiluhu hina asrahum ba'da waqatihim wadhalika ba'da fatih makka bishahrin famattu ilayhi biradahihi fa'ataqahum tahannunan alayhim wa ahsana ilayhim kama sayati mufaddila nako. Baadi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam tetowero ya kabila ya Hawazin nako maana ya wakti hiyo baadi ya fathi Makka itakuya kisa insha Allah ta'ala nako wafanyize ihsani kabila hiyo kahsani madama ye maana ya kurshaza apo muyo oyo. قال محمد بن إسحاق في وقعة هوازن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين شواركم بمن أمتم صلى الله عليه وسلم زيت الزحنين فلما أصاب من أموالهم وصباياهم أدركه وفد هوازن
baadhi ya maana ya washinzi uzito hizo watoto ghanima na ije wadirshire wafdi hawazim bil juhrana mahala uviloa wakad aslamu nao wasilimire faqalu ya Rasulallah inna ahlun wa ashira sichi nayo ahli na ashira na kabila wakad asabana min albiladi ma lam yakfa alayka famnun alayna na maana ikhe isawe na iwo ishchisibire muiwitu chinayo maana dibu na isawe na iwo shpechi intu maana famnun alayna manna Allahu alayka shpechi intu na mujitu nae na kupe wakad waqama khatibuhum Zuhair ibn Sard faqala ya Rasulallah inna ma fi al-hadairi min as-sabaya khalatika wa hawadinika allati kunna yakfinaka falau anna malahna ibn Abi Shamr aw Nu'man ibn al-Munzir thumma asabana minhuma mithla alladhi asabana minka رجونا عائدتهما وعطفهما وأنت خير المكفولين ثم أنشد نما في نشيد أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير معنى بك آخر ذكري له karka sira hii chiwa ichi asira ya Ibn Ishaq numa mtume chiwapa maana ya khairi ya Petro na kisa hii ipokela kisa abi Sard Zuhair Ibn Jadwal wakana raisu qawmihi faqala lama asarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma hunainin fabaina huwa yumajizu baina rijali wa nisa وثبت حتى قعدت بين يديه وأسمعته شعرا أذكره حين شب ونشأ في هوازن حين أرضعوه نما نقول وقت أول شيء شلا وشفنا إيه نشيد إيه وش قاو ونم كم بشم توم صلى الله عليه وسلم وقت أي وركو كاو معنى وركو معنى ومسيزو أمن علينا رسول الله في دعة فإنك المرء نرجوه وننتظر إلى آخر يا قصيدة يا وعديو كحسن وشيشي لأبو كزيتان واركو نمو نتوب صلى الله عليه وسلم ولا تعرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم فقالت الأنصار وما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم انطلق لهم الذرية وكانت 9000 ما بين سبي وامرأة وأعطاهم أنعاما وأناسيا كثيرا فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة hii yote ni baraka katika duniani chiwapo watu maana na wa waliko maana 6000 6000 waliko wana na wake numa mtume sallallahu alaihi wasallam chiwapa ngamira na khairi nyingi hii ndio maana baraka ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika duniani fa kaifa mtu mrasho umrasho takuwai maana katika akhira nasallallah subhanahu wa ta'ala shafa'atahu fi dunya wal fi al akhirati wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin inshallah istaqsima mishaba na halqa itakuyo inshallah ta'ala istaqodera walidibe tume sallallahu alayhi wa sallam inshallah wa ila huna wa nasallallah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na jazakumullahu khairan